الأحوال الجوية مع ميشيل حداد. بونسوار. بظرف أقل من أسبوع تحول طقسنا من مستقر شبه صيفي إلى شتوي بامتياز. هالأجواء الشتوية رح تكفي معنا بكرة كمان، ونهارنا غائم مع هواء قوي وانخفاض بدرجة الحرارة وتساقط للثلوج على ارتفاع ابتداء من 2100 متر بفترة الليل. اتجاه رياح جنوبي غربي، الحرارة بتسجل أقصاها على الساحل 22 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 8 درجات و20، أما بالداخل فبتتراوح درجة الحرارة بين 13 و18 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء قوي، البحر مائج، والجو غائم وممطر، ومثل ما ذكرنا ثلج على ارتفاع 2100 متر وما فوق بفترة الليل. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق الوديعة اللبنانية لنشوف كيف طقسها لنهار الأحد، ومنبلش جولتنا من عند 28 درجة بلا 8 درجات، 10 بتنورين وبفريا، الخنشارة 18 درجة، كمان ببعقلين، صيدا وصور 23 درجة، ومثل ما عم تشوفوا الجو غائم وممطر بكل المناطق، الخيام 16 درجة، 12 بجب جنين، ننتقل لقبلح 13 درجة، والختام بطليا وبالقع مع 18 درجة. لمحة سريعة عن طقسنا باليوم اللي جاي، بكرة الأحد مثل ما قلنا الجو ممطر وغائم والحرارة بتسجل أقصاها 22 درجة، منشوف انفراجات ابتداء من نهار التنين مع حرارة بتسجل أقصاها 22 درجة، كمان الثلاثة والأربعة مع جو صافي لغائم جزئيا. بتمنى لكم سهرة سبت حلوة كيف ما قررتوا تقضوها، انتبهوا منيح على الطرقات، وأنا بلاقيكم بكرة. وفي الختام نتمنى لكم سهرة دافئة. للمزيد عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، ومتي في.com.lp. إلى اللقاء.